بنعمم على كل أعضائنا، إحنا بنعوض بنعمم على أعضائنا وشركائنا، وبالتالي أيضا اللي وصلته بيقدر يعمم. يعني أنت وصلتك تقدر تعممي على الجامعة وكل وزارة، بدي حط بكلية الزراعة عندنا بالجامعة اللبنانية. دكتور علي، أنا دكتور علي أنت يعني أهلا وسهلا في الجميع، وأنت المنسق لهذا الشبكة، فسيدي تفضل، الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم في سلسلة محاضرات شبكة النباتات الطبية، وهي شبكة ضمن اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في شرق الأدنى وشمال أفريقيا أرنينا. طبعا اليوم يسعد وجود تقريبا بحدود فوق 10 مشاركين يعني معنا في هذه الندوة. طبعا بيقدم لنا المحاضرة مشكورا الدكتور طلال طه علي. دكتور طلال هو خريج مع دكتوراه من كلية الزراعة والغابات قسم الغابات، وأيضا هو دارس في جامعة كورتن والأسترالية ومعهد ميرسك ومنجي ماب في جنوب غرب أستراليا، وكذلك درس في معهد داري في إيطاليا، وهو حاليا مدير مشروع النباتات الطبية في سد موصل، وهو أيضا عضو رئيس في تأسيس مركز الزراعة العضوية للنباتات الطبية. نشر أكثر من 20 بحثا ومقالا علميا عن النباتات الطبية في مجلات بحثية علمية مقيمة. أيضا هو أصدر أطلس الغابات في الوطن العربي للنباتات الطبية، وهو خبير تصنيف النباتات، وأيضا هو عمل في الأطلس النباتات العراقية، وهو أيضا شارك بإصدار أطلس النباتات الطبية الجزء الثاني في عام 2019، وفي عام 2021 أصدر أطلس الفاكهة الطبية العراقية، وهو أيضا عضو لجنة كتاب الدستور للأعشاب الطبية العراقية في وزارة الصحة العراقية، هو أيضا ممثل العراق ضمن اتحاد البحوث للشرق الأدنى وشمال أفريقيا أرمينا في مجال النباتات الطبية، وهو أيضا مدرس يعني أكاديمي في الجامعة التقنية الكلية التقنية الهندسية الزراعية، وأيضا في الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي قسم الصيدلة، وهو يدرس مادة النباتات الطبية ومادة العقاقير الطبية، وهو أيضا خبير تصنيف نباتات في العراق وممثل العراق في المحافل الدولية. طبعا هو أيضا مشرف على دراسات طلبة الماجستير والدكتوراه في كليات الصيدلة وكلية الزراعة وكليات العلوم، وفي الجامعة وجامعة موصل وكلية التقنية الهندسية الزراعية وجامعة التقنية الشمالية، وأيضا معالج الحالات مفتوحة هيك فيها، وهو أيضا معالج لحالات مرضية مختلفة باستخدام النباتات الطبية والتغذوية والعلاجية والعلاج التآزمي، وهو طبعا منح لقب مدرس وباحث علمي. فتفضل دكتور طلال، مشكورا على هذه المحاضرة المهمة هي غذاؤنا دعاءنا، تفضل. شكرا، شكرا دكتور علي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أوجه شكري وتقديري إلى اتحاد مؤسسة البحوث الزراعية في شرق الأدنى وشمال أفريقيا أرينيا لدعوتهم لي لإلقاء محاضرتي هذه، كما أوجه شكري وتقديري للدكتور علي الواتي من جامعة نزوة في سلطة عمان، جزيل الشكر للست إسرائيلي وجميع القائمين على الاتحاد لجهود المبذولة في إنجاح هذه الندوة إن شاء الله. أخواتي وإخوتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتي بعنوان غذاؤنا دواؤنا، our drug our food our drug. الله سبحانه وتعالى أعطانا طبيعة جميلة خاصة في مناطقنا في الدول العربية، وتضم مجموعة كبيرة من الأشجار والشجيرات والنباتات الحولية والمعمرة، واللي البحوث العلمية أثبتت دور كبير جدا، دور مهم في تحقيق حياة صحية سليمة وفي البحوث
الطبية، واللي كان لعبت دور كبير في إنتاج مضادات حيوية وأمور كثيرة تخص صحة الإنسان. كما تفوقت الحضارات الصينية والبابلية والأشورية والهندية والفرعونية في علاج العديد من الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية والتنويع الغذائي. وكان لأجدادنا العرب مجال سبق في هذا المجال، حيث كان العرب فضل أكبر في فتح أول صيدلية في بغداد لبيع وتحضير النباتات الطبية. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية World Health Organization أن 80% من سكان البلدان المطورة يفضلون الأدوية التي أصلها نباتات طبيعية في معالجة الحالات المرضية. ليش؟ لأن ما بها سايد افكت وما بها مشاكل قليلة. كذلك ذكرت هذه المنظمة أنه استخدام النباتات الطبيعية مع النباتات الصناعية ممكن أن يجيب لنا نتيجة جيدة، واللي هذا نسميه سينرجستيك العلاج التآزري، إن شاء الله نأتي بعد قليل. الثقافة الغذائية، الثقافة الغذائية تعتبر عبارة عن حصيلة لما نحن فيه الآن. صراحة الأمراض الموجودة الآن أغلبها نتيجة الخطأ في التعامل مع الغذاء. طبعا عندنا هناك أمور كثيرة، حالات مرضية تحصل نتيجة أمور، منها أنه هناك ثلاث بيضات من أعداد الإنسان اللي تسموها السموم البيضاء، اللي هي السكر والملح والطحين الأبيض الصفر، اللي هو نسبة كبيرة فيه من النشا. كما توصلت بعثة طبية أمريكية مجال الآثار والطب أنه مستوى الغذاء للإنسان القديم لفترة ما قبل التاريخ كان أفضل بكثير ما هو عليه الآن. الآن ظهرت أمراض الحضارة اللي هي سوء التغذية والضغط الدم الهايبرتنشن وهايبرتنشن والسكري الدايبيتيز وامراض كثيره، امراض البلوكت ارتري وامور كثيره اللي سببها هو الغذاء. بالتالي انه نتيجه تاثير التلوث والتجميد وسوء الخزن والاحتباس الحراري والتعديل الجيني وامور كثيره ظهرت، بالاضافه الى استخدام المفرط للادويه اللي كان بها بعض السايد افكت اللي كانت اثرت على صحة الإنسان. بالتالي كانت قبل أعمارهم طويلة، لكن هذا الموضوع يمكن الصراحة الوقت قليل لو نتكلم ليش كانت أعمارهم كانت طويلة وكانوا يمتازون بصحة جيدة، لكن نحن مع التطور هذا والأدوية لكن صحة ناس كثيرين يتعرضوا إلى أمراض وأمراض فقر الدم وأمراض أخرى كثيرة. بالتالي نحتاج إلى توعية غذائية للواقع الغذائي. إذن أكو أمور وأخطاء وسلوك كبير، يمكن هاي الثقافة الغذائية نقدر نفرد لها محاضرة كاملة لأن بها أمور كثيرة صراحة الوقت ما يسعفنا أنه ندخل بالتفاصيل. بالتالي أمراض سوء التغذية هذه، أمراض سوء التغذية مو فقط أنه قلة الأغذية فقط، لكن الإفراط أيضا هو يعتبر من سوء التغذية اللي ممكن أنه يسبب لنا اللي يعني سمنة وسبب لنا مشاكل ضغط الدم العالي و مشاكل السكر وغيرها. وبالتالي انه نحاول جهد امكاننا انه نحاول توجه الى نظام ثقافه غذائيه. نعم. كيف نتعامل مع النباتات الطبيه في علاج الحالات المرضيه؟ طبعا دائما النباتات الطبيه طبعا سلاح ذو حدين. الاهم نقطه انه يجب التعرف على النوع من قبل الاخصائي في التصنيف النباتي. يا اخوان انه التصنيف النباتي مهم جدا جدا، لان هذا النبات لو نحن ناخذ نبات غير النبات اللي صنفناه احتمال يكون سام ويجيب سايد افكت او امور لا تحمد عقباها. بالتالي يجب ان يكون مصنف اخصائي في التصنيف النباتي، وهذه اهم حلقه، ان يكون نبات نظيفا ومجففا في الظل. دائما التجفيف احنا ننصح بالظل، لان احيانا هو يعني اشعه الشمس مطلوبه خاصه بس بالبلدان اللي نحن عندنا في العراق درجات حراره عاليه، حاول بالظل ونعمل سيركيليشن عمليه تهويه في سبيل حتى درجه الحراره العاليه يمكن ان تفقد الفولاتير اويل وقسم نباتات تفقد قيمتها. المساله الاخرى انه نحن أن نكون درايه انه على هذا النبات يستعمل العلاج، ما هي الكميه يعني الدوز كيف نستعمله، هذا لازم يكون الاخصائي يكون معنا. اذا وقت الجمع مهم جدا، الربيع او الخريف او الصيف، ان هناك نباتات في الربيع ممكن ان نستفاد منها وقسم في الخريف وقسم في الصيف حسب نوع النبات، وهذا بتفاصيل ما ممكن ان ندخل بها. غليان معظم النباتات الطبيه، طبعا هذا الخطا الكبير نرتكبه نحن، الغليان يفقد صفات كثيره بها، لان بها يعني مركبات كيميائيه كثيره وزيوت طيار ممكن تفقد. بالتالي دائما نستعمل المسيليشن انه النقيع، لان به فوائد كبيرة، ونحاول نجهد إمكاننا أن نستعمل هذا النقيع للعلاج، وممكن أن نغليها، لكن في حالات أخرى عندما نستنشق هذا مثلا نستعمل الزعتر أو البابونج البيبون المتريكاريا والثايمس وهاي الأمور الأخرى. بعدين يفضل الاعتماد على الاسم العلمي للنبات، طبعا الاسم العلمي مهم جدا، لأن لما نتكلم مثلا لما نقول ترايغونيلا فوينامك راكا كل المستمعين راح يعرفون أن أنا أتكلم عن الحلبة، لكن لما نقول أنا
حلبة في أي دولة، مثلا في فرنسا أو أمريكا أو في مثلا دول عربية ممكن يفهموا، لكن غير دولنا. إذن الاسم العلمي scientific name مهم جدا، ولهذا دائما يعني أكو أسماء تشابه. يعني مثلا في العراق على سبيل المثال عندنا نبات يسمون للزيت، أكثر من نوع يسمون للزيت، يعني الكزانثيوم اللي يعود لعائلة الاستراسيد الكومبوزيتين، أيضا للزيت يسموه التريليس، أيضا عندنا أنواع من التريليكس التينيلا والجلكتا وانواع كثيره ايضا، هذا يعود للعائله الابيسيه المظليه اللي هي الامبلفيريا ايضا تسمى كانت الزيت، ايضا الجاليوم ايضا هم يسمون الزيت هيدروبياسين، عندنا الزيت الاولابريشز اللي هو يسموه القطب، هذا الاولابريشز عندنا يعود للعائله الليجومينيسيه الفاباسيه، اكثر من نوع عندنا، يعني اولابريشز غريستا جالس عندنا وكابيوت جالس وانواع كثيره. الميديجاجو نفس الحاله ايضا للزيت، هذا طبعا هاي بصوف الاغنام تعلق اكثرها من بالرعم، ولهذا انه يعود العائله البقوليه. اذا هذول كلهم يعني صحيح تداخل اي نزيج نختار. اذا لما نقول ساينتفك نيم مثلا نقول وانا بريش ذا بريستا جالس، اعرف انه هذا اي نبات راح اختار. نعم. الجانب الاخر ان شو لاحظوا انه انواع القطب، القطب مرات التسميه شوف هناك قطب وقطب، هذا التربيوس اللي يعود العائله الزيجوفيسي يسموها عائلة الضرس العجوز، وعندنا أيضا عائلة أخرى اللي هو الأونابريشيز غريستا جالس والكابيوت جالس. الغريستا جالس أيضا قطب، والكابيوت جالس نوع من القطب. راح تلاحظون بعد قليل إنه المركبات الكيميائية الموجودة تختلف من نباتنا، شوف التشابه. هذا إذا ما شخص مختص ممكن أنه لأن هذا بمشاكل التربيوس، بمشاكل اخطر من انواع القطب، ويستعمل هذا امراض الكليه وامراض كثيره للرينال ستون وامور توسع بالاوعيه الدمويه. هناك الاسماء العربيه المتشابهه اللي ذكرنا، مثل عندنا الهندباء دائما يذكروها مرات حتى بمواقع الانترنت، يذكر الهندباء اكثر من اسم. عندنا الهندباء اللي سيكوريوم انتوبس اللي يعود لعائله الكومبوزيتين، وعندنا النوع الاخر اللي تراكسيكوم اوفيس ايضا يعود لعائله الكومبوزيتين. طبعا اثنينهم تاثيراتهم جيده جدا نتكلم عن الطبيه، لكن احيانا قسم ما يفرقون بين يقول لك اسمه هندباء، هذا هندباء واثنينهم هندباء يسموه، لكن من نقول الاسم العلمي نخلص من مشكله. نعم. اللي بعده راح تكون ايضا عندنا الخشخاش في العراق، نسمي اكثر من نوع خشخاش، يعني عندنا الخرنوب، نبات الخرنوب اللي هو اللاجونيشيوم فاركتم، اللاجونيشيوم فاركتم هذا يعود لعائله ايضا الفاباسيه. وعندنا نبات الخشخاش ايضا يسموه الافيون اللي هو البابافر سيمنيفيرم، هذا ايضا من عائله البابافريسي وهذا يعود لعائله الفاباسيه. وعندنا ايضا الخرنوب ايضا شجره اللي هي سيراتوليا سيليكوا، اللي يمكن اكثرها الدول يسموها شجره الخروب، ونحن في العراق الخرنوب، وفي العراق نسميه الخرنوب. فهذه الاسماء مرات تتداخل، فما مختص يكون راح تتيح عليه بالتالي يعني اكثر من اسم، بالتالي راح تدخل مش. يعني حتى الخرنوب اللي هو العائله اللاجونيشيا نسميه خشخاش. نعم. اللي بعده راح تكون نعم ايضا نبات الخله، عندنا نبات الخله ايضا اكثر من نوع، عندنا الخله الامي فيسناغا وعندنا الامين مايوس. دائما الفيسناغا يكون مزروع طبعا، لاحظوا ان الفيسناغا يكون ترتيبه افضل يكون، وبفوائد ايضا للجرينستون للقضايا الهارت وقضايا اخرى ايضا، يعني امور كثيره انه ممكن تاثر على يعني الصحه العامه. الخله الشيطاني اللي هو امي مايوس يستعمل اكثر شيء امراض جلديه وامراض البهاق وامراض اخرى ايضا، لكن تاثير الامي فيزناغ افضل يكون. نعم. عندنا قبل شوي ذكرنا انه الامبريش كابيوت كاليس وكريستا كاليس، انا طبعا احد البحوث اللي اجريتها انه طلعت المركبات الموجوده بسكسوليت بعدين استعملنا بالهاي اتش بي ال سي، وكل بيك هذا يمثل مركب معين، مثلا الجاليك والمالستيك مثلا السليسيليك اسيد والكوليستين، هاي المركبات الموجوده اللي ممكن تدخل. هذا شوفوا لاحظوا الكابيوت، وعندنا بعده راح يجي ايضا قطب، ها لكن الكريستا جالس الشريحه اللي بعدها راح تكون واحده كابيوت جالس واحده كريستا جالس. شوفوا لاحظوا هنا البيكات تختلف، الشريحه اللي بعدها راح نلاحظ ان الاثنين انا جمعهم راح تلاحظون الفرق اثنينهم، واثنين يسموهم قطب. شوفوا لاحظوا، ولهذا هنا التسميه مهمه جدا، يعني هو كريستا جالس والكابيوت جالس لاحظوا البيكات تختلف من نبات الى نبات، واثنينهم نسميه قطب. انا اروح للعطار اقول له اعطيني قطب، ما يعرف انه هذا الكابيوت او هذا الكريستيكال، فقط المختص يعرف، وهذا جانب مهم. وعندي ايضا
بحوث كثيره اشتغلت على السلفيا واشتغلنا على الثايموس نفسه، انواع الثايموس البري في شمال العراق عندنا اكثر من نوع وبها بيكات، طلعت كثير شغلات مركبات تختلف صنف احيانا الفرايتي يختلف بامور كثيره، وتعرفوا مرات ندخل من ندخل بالكلم نطلع فراكشنات تطلع امور كثيره كثيره يمكن وممكن انه يكون دقيقين في علاج امراض مختلفه. نعم. الاخرى انه التغذيه العلاجيه. التغذية العلاجية طبعا هذه بحد ذاتها ممكن نفرض لها ممكن ادوات، لان يعني التغذية الكلينيكال نيوتريشن طبعا تعني انه دراسة الغذاء وتاثيره على الامراض، ويا جماعه كل امراضنا وكل مشاكلنا الان من مشاكل التغذية، لما عندنا ثقافة غذائية نحتاج تعليمات وتوجيهات كثيرة من هذا الجانب، خاصة بالنسبة لانه التعامل مع الغذاء الان احنا نجهل كثير، ويمكن لو نتكلم كثير مع الناس ما يفيد، يعني ماخذ شمره بعد هذا انه هذا طبيعتي وانا ما اقدر وما اقدر ما اشبع وكذا، حتى اجدادنا العرب قبل يعني كانوا ياكلون يعني او يتناولون كميات مثلا من اللحوم والدهون وغيرها، لكن مع اشكال عندهم كان عندهم طاقه يصرفون طاقه، ما الان احنا الان يمكن كل الوسائط الميسره لنا من تبريد من نقل من راحه، حتى المطاعم الان كنا قبل نتمشى انه نصل المطعم بعد ما نتناول الوجبه نرجع نمشي نصل نروح للسياره، الان دليفري تجي للبيت، هذه بالتالي هي ايضا تاثر على انه ينحرق الطاقه مهم جدا، ياكل راسه يرجع ينام مباشره، هذا بالتالي يؤدي الى ترسب الدهون ويعمل بلوكت ارتري يعمل تصل بشرايين امراض قلب وغيرها، وبالتالي اذا ذكرنا انه قبل شوي انه منظمه الصحه يفضلون البلدان المتطوره انه دائما الغذاء الطبيعي يكون. الانسان هو عنده جهاز مناعي عظيم، طبعا هاي الشريحه اللي بعدها راح تكون، والله سبحانه وتعالى قال ولقد خلق الانسان في احسن تقويم، فعلا نحن جهازنا مناعي كلش قوي وعظيم، لكن نحن اللي من الدين، الله سبحانه وتعالى من قال عن لسان ابراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت لم يقل يمرضني، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، كلها يميتني وخلقني كذا، من وصل المرض قال واذا مرضت، اذا العله بينا احنا. لاحظوا سياق الايه هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذه قالوا بان خلاصه الطب الاولين وحكم الطب الاخري. الاسراف شيء والتعامل مع غذاء شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا نشبع. هذا طبعا هي الامور. حديث اخر يقول بحسب امرئ لقيمات يقل مصلبه، فان كان لابد فثلث من طعامه وثلث من شرابه وثلث من معدته. هذا ايضا قول اخر ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. الامام علي يوصي عليه السلام يوصي ابنه الحسين يقول يا بني لا تاتي الطعام الا وانت تشتهي، فاذا انت ما جايع لا تجم، وقم من الطعام وانت تشتهي، يعني قم لا تشبع، واذهب الى الخلاء قبل ان تأوي الى فراشك. هذه طبعا نقطه مهمه جدا، انه احيانا احتباس البول او لكم الغائط هذا يعمل مشاكل، احتمال امراض كليه، يعمل بروستات، يعمل سرطان احتمال كليه، يعمل سرطان القولون، مشاكل كثيره يعني. ولهذا دائما تعتبر من الوصايا المهمه جدا انه نحن انه نكون على درايه كيف نتعامل مع الغذاء. اذا وقالوا المعده بيت أنا نعملها بيت الدواء، ممكن أن تكون ممكن من خلال الغذاء الصحي والأسلوب السليم وترك العادات السيئة بالإفراط بتناول الأغذية وناخذ الحاجة وننوع التنويع الغذائي، وقالوا البطنة تذهب الفطنة أيضا لها تأثير أيضا، مثل قال كلما زاد الطعام زاد الشرب الماء، وكلما زاد الشرب الماء زاد النوم، وكلما زاد النوم خسر الإنسان الكثير. هاي طبعا هاي اجدادنا العرب وعلماء يتكلموها اكثرها، وبعدين يقول كلما كثر الطعام نقص العمر، هذه امور كثيره. وقال ايضا ابن قرر احد علماء الطب ما راحه الجسم في قله الاكل، والعرب ايضا عالجت الارق بلبن، قال واذا خشيت عن الفؤاد اللجاج المفرغ عليه بجرعه من نائبها، طبعا من النوع اللي مخدر ممكن يستعمله بريح اللبن يسمونه. التغذيه العلاجيه بعدها انه تشمل جوانب عديده اللي هي التنويع الغذائي، ذكرنا انه كيف النوع مثلا الغذائي يكون عندنا بدهون بالياف بكربوهيدرات بحبوب يعني التنويع الغذائي مهم جدا، حتى يعني احنا صراحه اكو ناس كثير يقول ما اتناول دهون ولا اتناول ملح ولا اتناول، لكن هذا مهم جدا، لان الانسان يحتاج ملح ويحتاج دهون، يعني اكو فيتامينات ما تذوب الا بالدهون، اكو الياف ما تذوب، يعني اريد لها تنويع لكن مو افراط، انه نعرف الشيء اللي يفيدنا او غيره. كميه ونوع الغذاء المتداول، كيف نتعاون شلون نتعامل مع الغذاء، كم ناخذ، متى ناكل، كيف نتعامل مع الغذاء، كيف نختار الانواع. الجزء الثالث النبته الطبيه كغذاء، طبعا هو الغذاء عباره عن نبته طبيه ايضا من مثل اليسود كمون والغزناج وحبه السوداء، وكل هذه كلها ايضا نباتات طبيه. الاغذيه العضويه
الأغذية العضوية أيضا اللي هي عبارة عن الغذاء المنتج، الغذاء المنتج بدون تدخل أي مواد كيميائية مركبات أو هرمونات وغيرها. التنويع الغذائي ذكرنا أنه مهم جدا، لأن هو اللي يعني يتناول فواكه وخضروات وحبوب ولحومات، يعني بس كل 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 كمية معقولة تكون ولا نفط بها، لأن العالم ابن البيطار وغيرهم كانوا يوصلون على هالأمور، إنه مثلا نحاول، ابن سينا قال عدل عن الدواء بالغذاء، يعني إذا أنت تقدر أن تعالج بالدواء نفس الحالة أيضا النبات الطبية كعلاج كغذاء علاج، هم غذاء هو هم ما يستعمل، يعني مثلا عندنا نبات الحلبة اللي ترايجوليلا اللي هو مهم جدا، عندنا نبات كثيرة، عندنا أيضا الطبيب أبقراط أشقال قال دع عقاقيرك في قواريرك إذا كنت تستطيع شفاء المريض بالغذاء. إذن الغذاء، ويا أخوان أنا جربت هذا، طبعا دور النبات الطبي مهم جدا، لكن التغذية سبحان الله بها دور كبير. إحنا يمكن لو تتاح الفرصة مستقبلا إن شاء الله نفرض حلقة كيف نتعامل، أنا أصبت بالضغط الدم العالي كيف نتعامل بس فقط في الغذاء، إذا كان عندي مثلا أمراض كلية رينستون مثلا، أو كان عندي مثلا أمراض قولون أو تهيج قولون أو مشاكل، أو كان عندي مثلا هبوط في ضغط الدم، أو عندي ارتفاع في ضغط الدم، أو عندي أمور كثيرة أو حساسية يصير عندي، يعني هستامين مثلا صار عندي أمور كثيرة ممكن أنه كيف أعالجها وكيف أتعامل معها. إذن هذا الجانب أيضا جانب مهم. نجي الأنواع الأغذية، طبعا الأغذية دائما عندنا أنواع كثيرة، لكن طبعا الأغذية المنتجة بالزراعة التقليدية هي نعرفها، كل أجدادنا كانوا يزرعون، إنه بالاستخدام يعني حراثة وأسمدة ومبيدات، وهاي طبعا تأثيرات بيئية تأثيرات سلبية كثيرة، وبالتالي حتى تنعكس الآن. الأغذية المنتجة بالزراعة العضوية هي أغذية طبعا ممتازة جدا وسليمة، ممكن أن تفيد لأن بها أمور كثيرة، ممكن تعيننا وتكون ذات فائدة جيدة جدا وخالية من المخاطر، خالية من الأمراض ممكن الأمراض المسرطرة وغيرها، بالتالي إنه ما بها أي تعاملات بالهرمونات أو بالمركبات الكيميائية أو بالأسمدة الكيميائية وغيرها. هاي أسلم. الشغلة الأخرى الأغذية المعدلة براثيا، طبعا هاي خطرة أيضا، لأن التعديل الجيني مرات بمشاكل ويترك آثار سلبية على الإنسان. الأغذية المعاملة بمواد حافظة، الأنواع الأربعة من الأغذية ممكن أن تفقد كثير من فوائدها، وطبعا نسيج الخزن ونسيج انه فتره الخزن وبعض الامور اللي ممكن أن تكون تاثير سلبيه، نوع العلب مرات، نوع الزجاج، الاكسده اللي تحصل مثلا طبيعه العلبه اللي تستخدم، يعني امور كثيره ممكن انه تلافها. ما هو الغذاء العضوي؟ الغذاء العضوي عباره عن انه الاورجانيك فود اللي هو الغذاء اللي يستخدم، ذكرنا انه بدون استخدام اي مركبات كيميائيه، ونستعمل دائما امور طبيعيه تكون حتى في العلاج، ما نعالج بمبيدات صناعيه. ايضا الاورجانيك فود الغذاء العضوي يكون دائما اورجانيك فود سهل في صحي، ويكون هو طبعا اكسبنسيف دان كونفنشنال عن الغذاء الطبيعي العادي المنتج بطريقة العادية اللي هي باستخدام الأسمدة والمبيدات وغيرها. نأتي إنه البنفيتس، يعني فوائد كثيرة، إنه بريفنت بالميشر الأجن، يعني يعزز العمر وأيضا يقوي الجهاز المناعي وتأثير على الصحة العامة، وتثبتر لأن طعمه يكون أفضل، يكون يريدوس يقلل مشاكل الأمراض الهارد ديزيز، ويعني ايضا للثروه الحيوانيه بامور ايجابيه، وريديوس بريس اوف بيستسايد يعني المبيدات اللي يستعملوها، وبريفنت الكانسر يعني يمنع الامراض السرطانيه. العلاج التآزري طبعا هذا جانب بعدها اللي السينرجيستيك افكت، طبعا هذا احنا نستعمله دائما احنا في علاج امراض كثيره، اني استعمل علاج طبيعي مع علاج صناعي، او استعمل اكثر من انتيبايوتيك او اكثر من علاج، او نستعمل عده اعشاب، هذا طبعا وكان له تاثير. عندي احد البحوث اللي اشتغلنا على احتدنا جروح في الفئران، وكان سبحان الله انه استعملنا مركب طبيعي ومركب صناعي وتآزري خلطنا ايضا، فكان العلاج السينرجيستيك كان له دور اكبر واسرع في شفاء الجروح. طبعا هذا بحث منشور ويتكلم عن كيف نتعامل مع النباتات الطبيعيه والصناعيه. طبعا هاي صوره مجرده على النباتات الطبيه، مش عندنا في سد الموصل، طبعا احنا نزرع كل النباتات وعندنا ظله، وكل نبات ننتجه وبعدين نجمعهم، بعدين ايضا نحاول انه نحفظ هذه النباتات بعد ما نجففها بذورها، خاصه البذور
وكل نوع اللي حبه حلوه اللي هو الفليكولم والخل بلدي اللي هو الامي فيسناغا، وايضا عندنا الشبنت، وعندنا الحب السوداء النجيلي ساتيبا والكتان اللينيوم والفوتونيا، ويعني كثيره والحلبة ترايغونيلا، يعني نباتات كثيره هي طبيه وبها استعملت في التجارب العامه. صراحه نحن الوقت قصير، لان عندنا اكليل الجبل. اكليل الجبل طبعا من النباتات المهمه جدا، انه الروزماري، روزماريس فوشينالس، اللي هو به ماده الروزمارين، وطبعا مهم جدا، هو اهميته يعني تكمن في انه من النباتات اللي تعتبر مهمه جدا في الحفاظ على الاغذيه، وايضا مهم جدا للهرمونات خاصه الامراض النسائيه، مهم جدا تنظيم الدوره الشهريه ومشاكل الصحيه للنساء، مهم جدا ايضا كانتيبايوتيك، مهم جدا ايضا يعتبر، وعلاج عسر الهرم، وايضا له تاثير في على البشره وعلى الشعر ايضا، وامور كثيره يعني صراحه، وانه حتى يقلل من الشيخوخه، وايضا ينشط الدوره الدمويه. طبعا اللي بعده الخباز، خباز مالفا بارفيفيت اللي يعود لرعايه المالفاسيه. الخباز ايضا من يعتبر من النباتات المهمه جدا في تقويه الجهاز المناعي، ايضا الوقايه في امراض كثيره من الامراض السرطانيه، ويعتبر للامراض التهابات القصبات، التهاب القصبات وامراض الزكام رائع جدا طبعا. وبالنسبه لكبار السن يعتبر من اجود انواع الملين، او ينشط لحركه دوديه الامعاء، بالتالي يقلل مشاكل الامساك وكسر الامعاء اللي يعانون منه كبار السن. ويستعمل ايضا خلاصه الخباز في تقشير الجلد، طبقات الجلد اللي ممكن تهدنا. ايضا عندنا الزعتر الثايموس، اللي هو الثايموس الكوتسيانس، هذا طبعا بري في شمال العراق، عندنا اكثر برجارس وغير انواع كثير، لكن هذا من الانواع اللي ايضا عندنا تجارب عليه، عندي بحث ايضا اكثر من ثايموس واشتغلت عليه، وطلعنا مركبات ايضا بالاتش بي ار سي بعد ما استخلاصها، ويلعب دور كبير يعني بفوائد انتيبايوتيك مهم جدا. طبعا بالكورونا يعني من صارت عندنا استعملنا الزعتر كان له نتائج جيده جدا، ببوتاسيوم ايضا وبتاثير اشبه بالنترون، يعني قريب من النيتروغليسرين او مفعول الانجسيد ايضا، ليوسع بالاوعيه الدمويه، وبايضا يعني نيترو اوكسيد موجود ايضا، فبالتالي يساعد على تقليل من ضغط الدم، ايضا ينظم القضايا الهرمونيه الموجوده، وايضا قشره الراس ممكن انه قشره تصير ايضا، ومقوي عام يعتبر. نعم، بعده ايضا يجينا ايضا الثيموس فولغاريس، هذا المزروع العادي، عندنا النبات اللي جعلته التوكريوم بوليوم ايضا، اللي من العائله شلون اقول عليها انه طبيه جدا ومهمه، وهذا به فوائد كثيره. اللابياتيه طبعا، هذه النبيات العائله الشفويه يسموها الشفويه، طبعا هذه جدا جدا مهمه جدا، اللي بها امور تستعمل خاصه امراض الجهاز الهضمي، تستعمل ايضا مهمه، تفيد في علاج حصى المراره وتفيد خفض الحراره، وكثير الديدان معه يستعملونها، والغده الدرقيه رائعه جدا ايضا وعلاج الجروح. يجي بعدها البابونا قلبيبو اللي كلنا نعرفه، الماتريكاليا الشمومالي اللي يعود لعائله الاستراسي او الكومبوزيتيه، هي طبعا مهم جدا ايضا، انتيبايوتيك وبالتهاب امراض القصبات، التهاب القصبات وامراض، لكن جانب مهم انه يعتبر يعني يسبب اجهاض خاصه النساء في الاشهر الاولى من الحوامل في الاشهر الاولى، بالتالي انه بعناصر غذائيه كثير ايضا، وممكن لامراض الحساسيه، وايضا هو ايضا ممكن نستعمله لتخفيف الوزن باستعمال تناول وجبات، طبعا هذا موضوع اخر ندخل فيه، كيف نخفف الوزن، وكيف انه اذا كان نعاني من نحافه، يعني هاي الامور تحتاج لوقت. هذه طبعا هنا من اجل الحصول على حياه صحيه سليمه، اكو بعض النقاط اختصرها صراحه، الوقت شويه ضيق، تنتهي الظروف الصحيه الملائمه، كيف انه تعال عن الشد العصبي، لان الشد العصبي مهم جدا، اللي هو تعرفون الكورتيزون يحاول انه يقلل من عمليه تكوين كريات الدم البيضاء، بالتالي يقلل من المناعه، نحاول انه قد امكاننا انه نكون هادئين، التقليل من استخدام الادويه الكيميائيه خاصه مضادات الحيويه الصناعيه، طبعا الافراط بها جوانب سلبيه، التلوث جميع اشكاله والنظافه هي مهمه جدا، انتاج ادويه مخلف دائما من مضادات الحيويه الطبيعيه، طبعا هي مهم، اعتماد على المنتجات العضويه اللي هي ذكرنا الاورجانيك فود، اللي هي من فواكه وخضروات ولحوم وبيض، والكل والحبوب كلها ممكن انه نصنع منها
حتى الملابس الآن في العالم موجودة الآن ملابس أورجانيك. أيضا التنويع الغذائي واتباع ثقافة غذائية مهمة جدا من حالة المرضية. تناول كوبين من الماء الفاتر صباحا أو قبل النوم، أيضا نأخذ أيضا نشرب ماء، أيضا مشي على الأقل نصف ساعة بعد يعني يوميا مشي، مثلا من العشاء مثلا نتعشى وتعشى وتمشى مثلا بعد العشاء لازم فد ربع ساعة أيضا مشي حتى بيصير نقلل المشاكل. وبالتالي هاي طبعا الأمور اللي ممكن أنه، وإذا كان غذاء دسم ممكن نستعمل سلطة، لأن هاي السلطة ممكن بها جانبين، أول جانب ألياف بها تساعد من عملية تخلص من مشاكل سوء الهضم أو عملية الإمساك، والشغلة الثانية هذه الألياف تمتص نسبة كبيرة من الدهون، بالتالي تقلل من خطر الأكل الغذاء إذا كان دسم. هذا طبعا بعض من ضمن ذكرنا انه الثيمس كوتسيانس اللي استعملت هذا احد البحوث، وهاي البيكات الموجوده مركبات اللي مثل الكورستين والثايمول وغيرها مركبات موجوده بها. هذا ايضا منها مركبات فينولية موجوده ايضا الاش بي اس بالسالفيا، عندنا سالفيا جبتيكا وكثيره يعني سالفيا اوفشنالس وغيرها ايضا اشتغلت عليها في احد البحوث وطلعنا عده بيكات. فهي بس نحن نماذج ان صراحه ان الوقت ما يسعفنا. البحوث بعض البحوث اللي ذكرنا استعملت عدة بحوث، طبعا بحوث على أنواع البكتيريا المرضية المختلفة، الباسيلس والبروتيوس والستاف والشيكولاي وغيرها من الأنواع البكتيريا، والمضادات اللي استعملناها السبرودار والسيفاتروكسون بالشريحة البعدان أنه والسيفاتروكسون والكلوروفورم والأمبيسيلين. طبعا هذه استعملنا عدة مضادات وقارناها، واستعملنا طريقة الاختبار بالحساسية اللي هي بالأطباق هاي. طبعا هاي واحدة من البحوث اللي جريتها، هذا طبعا باسلس، لاحظوا انه عدة انواع طبعا هم من النبات، لكن اهتميت اكثر فعالية اللي كان الزعتر البري الثيمس كوتسيانس اللي هو احد النباتات البرية في شمال العراق عندنا، وعندنا ايضا البلوط الكوركس اجلوبس. طبعا هذا انا ركزت هنا البلوط، ركزت على القلف اكثر شيء، القلف كان له دور، استخلصت من مركبات من القلف كان له دور كبير في الانهبيتري، وقت نسبه كبيره من الباسيلس. لحظه الامبيسيلين طبعا انتهى، احنا ما نستعمله بعد لان يعني شغلته بعد ما يشتغل عندنا لان يعني ريسيستنت كثير عليها. عندنا النوع الثاني من البكتيريا الكلابسيلا ايضا اللي استعملنا ايضا معده، لحظه ايضا هم تفوق الكوركس والثيموس. طبعا هذيك الانواع ايضا عندنا الاورتيكا ودخلت بها كثيره، والماتريكاريا والسلفيا ايضا يعني حتى شريحه قبل بها، بس لكن اكثر شيء اللي تفوق بها. عندنا الاخرى ايضا البروتيوس ايضا نفس الحاله، ايضا تفوق البلوط الكوركس اجلوبس منافسه يعني. عندنا مناسبه انه البلوط في شمال العراق عندنا اربع انواع، عندنا الكوركس اجلوبس فيكتوريا والكوركس ياباني، وعندنا النوع الاخر يعني ايضا مخرنثيره. طبعا هاي الانواع المهمه جدا في الطاغيه في شمال العراق عندنا، لكن احنا اكثر شيء نركز على الاجلوبس البلوط الاكل نسميه. البحث اللي بعده ايضا انه على ايضا ستافيلوكوكس ايضا اورس او هذه، طبعا ايضا لاحظنا التفوق. شوفوا وعندنا هنا هذه ايضا الاخرى، ممكن انه عده انواع اللي بالاورتيكا وعندنا سيلفيا، بس انا ركزت على دول الاثنين لان اكثر الهبتي اللي صاروا اكثر قتل هذه. عندنا ايضا تجربه اخرى على حاله من حالات الاسهال في مستشفى المستشفيات، فقط عينه وزرعناها فكانت العينه الشيكولاي. طبعا لاحظوا المستخلصات وقارنت بين الكلوروفورم والسيفاتروكسون، لاحظوا انه الاثنين شوف تاثيراتهم كلش قليله بالهبتي، لكن المستخلص النباتي طبعا بالمناسبه هذا المستخلص عباره عن الغذاء اللي نتناوله اغلبنا 80% نتناوله هذا. طبعا هذا البحث بعد ما منشور لحد الان، بعد هذا ان شاء الله قريبا نكمله. طبعا هذا المستخلص النباتي لاحظوا شوف نسبه القتل نسبه بالبكتيريا الشرشيه. هذا الاخر ايضا نفس الشيء ستافيلوكوكس ايضا اورس ايضا على سبرودار، واستعملنا وسيفتراكسون لاحظوا سبرودار نسبه، لكن المستخلص شوفوا لاحظوا كميه القتل والانهبيتري الموجود في البكتيريا او وفوق ايضا الاي اللي هو نوع. طبعا كل واحد هذا يرمز الى نوع من انواع الاغذيه بالمناسبه، كلها غذاء ونباتات طبيه هذه يعني كلها طبيعيه العشرة. عندنا هذه نفسها ايضا السبرودار اشتغلنا والسبورين ايضا وقارنا بيناتهم ونسبه القتل نفس الحاله الهبتري ايضا هذا على الشيء الشكري. طبعا شكرا لإصغائكم واستماعكم، ولو كان سريع لان صراحه خفنا الوقت انه لا يدركنا. نعم شكرا جزيلا. شكرا دكتور طلال.
محاضرة جدا قيمة وممتلئة بالمعلومات وممتلئة بمعرفتكم أيضا بكثير أيضا من المعلومات العلمية والأسماء العلمية للنباتات الطبية الموجودة في العراق، أيضا هي ممكن تكون موجودة أيضا في الوطن العربي بشكل عام. فالحين أنا يعني طبعا معنا تقريبا وقت 20 دقيقة أسئلة تعليقات من الموجودين. فأنا يعني أي حد يحب أنه ممكن يسأل عن طريق الدردشة، صندوق الدردشة، أو ممكن يرفع إيده عن طريق الآيكون أنه يرفع إيده ونعطي المجال للسؤال، ودكتور طلال بيعلق على السؤال أو على التعليق أو تعليق راجع. فتفضلوا يعني معنا تقريبا فوق 20 مشارك اليوم في هذه المحاضرة أو هذه الندوة. تفضلوا دكتور بروفيسور رضا. تفضل. يعني أولا بدي أشكر دكتور طلال الصحيح على هذه المحاضرة القيمة والمعلومات القيمة، ويعني هو الشيء الذي يسر البال أنه يتحدث من عمله على مدار سنين طويلة، ويعني إحنا بأمس الحاجة للخبرات المتراكمة في هذا المجال. لكن الصحيح يعني باستخدامات النباتات الطبية وقد الواحد ما بيحضر، وأيضا إحنا اشتغلنا عليها في الانفيترو اللي هو داخل الأنابيب على الكلص والسل، لكن بيظل دائما وأبدا أنه إحنا بنتحدث عن الطرف الإيجابي منها، لكن أحيانا البعض يحذر من زيادة استخدامها أو إلى آخره. فياريت شوي دكتور طلال تعطينا شوية تعليق على موضوع اللي هو المسيوز لها أو سوء استخدامها أيضا كناحية غذائية أو كناحية طبية. نعم، شكرا دكتور. فعلا أنا طبعا في هذا المجال صار لي تقريبا 30 سنة أعمل في هذا المجال، وصراحة النباتات الطبية لازم أنا يكون عندي خلفية كاملة على المريض. يلا أعطي النبات، يعني مو مجرد مرات أحيانا لاحظت أنه مرات على الانترنت أو بالقنوات الفضائية يسألوا سؤال ويجاوب رأسان ويمطي، لا يعني أمور كثيرة. يعني مثلا أكو أشخاص مثلا عندهم مثلا تجلط في تجلطات، يعني كلها تصير عندهم في التجلط الدموية مثلا، أو يستعملون ميعات الدم لستريم هي تكون. فلما ننطي مثلا دارسين السينامون، السينامون دارسين رائع جدا يستعمل ممكن انه وانواع اخرى. فانا او استعمل الرمان، انا لاحظت الرمان نفسه، الرمان الان اعتبره الان خاصه الشتاء ان شاء الله قريبا جاي سلاح مهم جدا، انتي بايوتيك، وحتى امراض اللي امراض القلب وامراض الجلطه القلبيه والجلطه الدماغيه، وحتى امراض كان يعني ستروك، شخص كان مصاب ستروك واستعملت نظام غذائي معه، واستعملنا ايضا بعض المميعات الدم اللي استفاد منها صراحه وجابت نتائج. فانا ما انطي علاج لما اتاكد عندي خلفيه كامله عن تاريخ المريض، شنو حالته، ايش عنده، وبالتالي كيف دوز وزنه، عمره كم. اذا كانت امراه مثلا البابون نفسه البتريكاريا، لو نحن امراه يمكن في الاشهر الاولى يكون عندها اسقاط، نفس الشيء ايضا الفونيكولوم الغزنايج حلبه، نفس الشيء الجنسون ايضا البيمبانيلا، يعني هاي النباتات اللي ممكن انه تشكل خطوره. واحيانا استعمل مثلا مدررات، انا واحد شخص مصاب عنده هبوط واستعمل نباتات ممكن تسبب له هبوط احتمال تقتله، بالتالي بعدين اكو انواع من النباتات بها سايد افكت. وبعدين ادرس الحاله سينرجستيك، يعني سينرجستيك اللي هو علاج يسموه تنازلي، هل هذا ممكن نبات يتوالم مع هذا؟ يعني مثلا اكو مثلا ياخذ وارفارين عنده لي حاله انه عنده حاله تجلطات تصير وكذا. فمن انطي انا النباتات ممكن انه تكون نسبه سترين بالدم او نسبه الميوع زايده تكون، بالتالي احتمال اصلا الى مرحله يصير عنده نزف، بالتالي يسبب له مشاكل. ولهذا دائما نكون لازم نكون حذرا، ودائما ان يكون نقطه مهمه جدا انه ما اخذه من حي الله شخص، اتاكد لي مشكله تجفيف عندنا مشكله، عمليه جمع مشكله، احيانا النوع مرات يتداخل مع انواع اخرى، احنا ما نحسب من يجمع النبات نباتات اخرى احتمال تكون سامه وتكون جزء قاتله،
لما تعمل له تعمل له مثلا سنسيتيف يعني حساسيه تعمل له تعمل له مشاكل لا يحمد عقباها. بالتالي افضل اكو مساله اخرى بالطحن، يمكن احد يمكن الدكتور انت ذكرت انه طحن، انا من كنت اشتغل بالبحوث من اطحن مثلا اليانسون او الكمون او الحبه السوداء او او مثلا الترايجولين الحلبه اطحنها ثواني واطفل. ليش؟ لان يعني لو كان اطحنها لفتره طويله راح تفقد الفولاتايل اويل ترتفع الحراره. حتى كنت في بحوثنا نستعمل يسموه الحمام الثلجي، نبرد الطاحونه حتى في سبيل نقلل من مشاكل انه نفقد زيوت الطياره. بالتالي افضل انه دائما بيدينا. والشغله الاخرى انه عمليه الغليان مهمه جدا، انه كثير ناس يعني يغلون، وهذا الغلي طبعا مرات بآثار سلبيه ونفقد امور كثيره. دائما افضل الميسليشن اللي هو النقع، عمليه النقع عبر الدخول. نعم نعم دكتور. شكرا جزيلا دكتور. في سؤال في سؤال طبعا من ياسر الجوفي، ومن ثم دكتوره زينب فجر، ومن ثم دكتور محي الدين قواس. نعم. سؤال دكتور ياسر يقول أين يتم ذكر مكان، هل كنا نتمنى أن يتم ذكر مكان وجود المواد الفعالة خاصة بالنباتات التي تم ذكرها، هل هي بالأوراق أم الزهور أم الجذور؟ نعم نعم. طبعا بالنسبة للنباتات اللي ذكرناها مثل بالنسبة للزعتر الثيمس أنا ذكرت قبل شوية أنه في القلف ركزت على القلف بالنسبة للبلوط الكواركس اجلوبس، يمكن اذا هذه واحده. الشغله الثانيه انه في الثايمس ركزت على النبات بصوره عامه، الورق والازهار ركزنا، هاي طبعا هذا جانب مهم جدا. لكن نحن صراحه انا يعني هناك انه ندخل بالكلام وندخل بالتفاصيل، انه ناخذ تفاصيل اخرى هذه ما دخلت، بس مجرد انه عملنا استخلاص سكسويت، بعدين عمليه فصل، بعدين عمليه دي ام اس او ضفنا لها، وبعد ما عملنا باودر وخففنا واستعملنا على الاختبار الحساسيه عليها، يعني مجرد عملنا تخفيف عليها. لكن الاجزاء المهمه دائما اركز انا، يعني مثلا اكو نباتات بذور مثلا اليانسون والكمون والغزناج والحبه السوداء، دائما ناخذ البذور نحن. اكو مثلا ناخذ جذور اللي هو الكرايسيرهيزا السوس عرق السوس، او عندنا مثلا بعد شو نقول عليه الكركمين، وعندنا ايضا عندنا الجنجرول اللي هو من عمليه الزنجبيل، وعندنا ايضا النباتات الاخرى اللي ممكن نستعمل انه مثلا الورق ذكرنا انه الزعتر والريحان، الريحان اللي اوسميوم، اللي عندنا ايضا المنثى النعناع، ايضا نستعمل الاوراق مالها، وعندنا الميرمية ممكن نستعمل احيانا الاوراق لها بها تاثير، والازهار ايضا بها تاثير، يعني كل واحد تاثير واحد. واحيانا نعتمد بس على الجذور مثلا كلايزر هيزا جذور، وعندنا اكو انواع اخرى ايضا نحن نستعمل فقط القلف اللي ذكرنا انه السينموم اللي هي اللي الدارسين ايضا. وانا لاحظت انه عندنا الزعرور ايضا الكراتاجوس ايضا ممكن انا استعملته في بحوث وجاب نتائج جيده جدا امراض القلب خاصه الهارت فيلر، وعندنا البلوكت ارتري لعب دور، وعندنا ايضا هذا طبعا راح نركز على اوراق والثمر ايضا، وهناك بحوث الاف البحوث على هذا المجال، لكن ورق الزعرور رائع جدا كان بنتائج عاليه جدا وجاب نتائج ممتازه على الحالات المرضيه. ويمكن كل نبات له خصوصيه، يعني خصوصيه في استخدام الجزء نحن نعرفه، يا جزء نحن نستعمله، ومثلا بس الازهار مرات ذكرنا الاوراق القلف، يعني كل نبات وبخصوصيه خاصه في استخدامه. تمام. اعتقد بموضوع امراض القلب جاوبت ايضا على الدكتور عيسى اللي هو سائل ما هي النباتات التي تؤثر على مرض القلب، اعتقد ذكرت الاجابه. الحين نذهب الى الدكتور زينب فجر، ومن ثم على حسب الترتيب برفع الايدي دكتور محي دكتور بس دكتور اذا امكن مقاطعه فقط، عندنا نبات العرن الهيبريكوم رائع جدا لامراض القلب للبلوك ارتري، لو تجربوه ممتاز جدا، حتى بس مجرد اضافه معلومه العرن ها الهيبريكوم ممتاز جدا، جربناه شخصيا، جربته حالات تقريبا بلوك ارتري تقريبا ما شاء الله جابت نتائج عاليه جدا، هل العلم حتى الاخوان. نعم. تم نشر الموضوع في مجله علميه؟ نعم. لا صراحه بس مجرد على اشخاص، قلت لك انا عالج امراض حالات وقسم منهم حتى يعني كانوا يخضعون لعمليات على اساس انه عمليات
فتح قلبه، بعدين سبحان الله مسألة عملية قسطرة بسيطة احتاجوا وانتهى كل شيء. نعم. دكتورة زينب ومن ثم دكتور محي الدين ومن ثم دكتورة فيبيان. فجأة زينب، دكتورة زينب تفضلي. شكرا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سجل زينب من المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري، ناحية في ميدان نباتات الطبية. نشكر جزيل الشكر الأستاذ على محاضرته القيمة. لدينا بعض الأسئلة. هذه الأسئلة تخص ما يسمى بالكيموتيك. الكيموتيك احنا نستعمل اللغة الفرنسية، لكن بالإنجليزية نقول الكيموتيك. الكيموتيك يلعب دور كبير في المواد الفعالة وتواجدها في النباتات حين المعالجة. إذا يمكن نتطرق لنا هذا الموضوع أستاذنا من فضله. كذلك تجربتنا ناقصة فيما يخص التمكن من الجرعة، يعني ما هي الجرعة المناسبة التي نستعملها في كل مرة عند تداوينا بالأعشاب. يعني نحن لدينا نقص في هذا المجال، وشكرا جزيلا. الشكر. شكرا شكرا. طبعا بالنسبة لنا الكيموثيرابي يسمي أو تسمية العلاج الكيميائي، تقصدي معرف أختنا اللي تقصد هذا العلاج، إنه طبعا كل النبات فيه مركبات كثيرة، مركبات كيميائية، والفوليفونيلات تلعب دور كبير، الكويدات، التربينات، يعني أمور أنواع كثيرة من الكيميكال كومباوندز، وهو طبعا المواد الفعالة بالمواد الكيميائية. لكن نحن من عملية الفصل ندخل مثلا نفصل يعني مثلا بالكولم ندخل أو بالNMR أو بالHPRC أو الGC الأحماض الدهنية، مثلا من نستعمل بالGC مثلا بوليفونات، نستعمل مثلا الHPRC، وعدنا الNMR، وعدنا الGC ماس، وأنواع كثيرة من ممكن اللي نكشف فيها ونفصل أيضا. وطريقة الفصل تختلف من طريقة إلى أخرى أيضا، مركبات اللي تطلع عندنا راح تختلف أنا حسب الحالة اللي أريدها. أحيانا مركبات كيميائية حسب الحالة المرضية، كل حالة مرضية لها خصوصية خاصة. بعدين يمكن ذكرتي الجانب الآخر، ما أعرف على إيش كان النقطة الأخرى. ممكن تكلم أستاذ من فضلك. مثلا لدينا مثلا نبات الروزماري. نعم. هناك نفس النبات روزماريس أوفيسيناليس، لكن الكيموتيك يختلف. بما أنه يختلف نجد الكيموتيك أفيربينون هو يصلح للكبد، الكيموتيب السينيور يصلح للتداوي من السعال وكل ما هو مشاكل تنفسية. وكذلك هناك كيموتيب آخر من أجل أداء المفاصل إلى آخره. يعني الكيموتيب يلعب دور مهم جدا. وشكرا. نعم. نحن ذكرت الجرعة مرات طبعا نبات عن نبات يختلف. نستعمل مثلا ملعقة كوب أو ملعقة أكل، يعني مرات نباتات أكو ثقيلة، أكو خفيفة الوزن، أكو بس إحنا الدوز دائما نستعمل ملعقة كوب مثلا مع قلاص ماء، قدح ماء. وهذه مركبات بالمناسبة في بداية الموسم تعطينا مركبات، وفي وسط الموسم تعطينا مركبات، وفي نهايته تعطينا مركبات. فأحيانا أنا أختار الموعد مهم جدا، يعني في بداية التكوين. حتى مرات مثلا يعني أكون نباتات كثيرة أنه مثلا قبل ما تفتح الأزهار نأخذها، مثلا القرنفل، الإيجينول، مادة الإيجينول اللي بيها الإيجينول أيضا هذا قبل ما تفتح أيضا. عندنا زعفران يكون نفس الحالة، عندنا أنواع كثيرة، قسم لا أنواع مثلا تفتح يلا مثلا من ضمن السلفية وغيرها، وقسم أنواع لا نحن نأخذها إلى أن تكون تتكامل البذور، وقسم نحن نتركها إلى أن تتكامل إذا كانت ثمرة. فهذا الموضوع صراحة لازم يدخل في تفاصيل، ولمن ندخل نعزل مركبات، وكل مركبة طبعا أكو بحوث كثيرة آلاف على هذا المجال، خاصة أمراض الكانسر الآن يشتغلون على السايد إفكت الموجود في استخدام النباتات الطبية، وكيف نتعامل كل نبات وشني السايد إفكت اللي ممكن يحصل منه. طبعا نحن في الدول العربية ممكن أكو عندنا بحوث، لكن ما وصلنا إلى جامعات عالمية الآن، يعني مثل نبات واحد مشتغلين آلاف البحوث عليه، يعني الروزماري أو السلفيا أو الفريغونيلا والكراتوجوس. فصراحة موضوع هو طويل وشاق، لكن يريد له تيم خاص متكامل صراحة. أنت تفضلت أنه من الصيدلة، من الزراعة، من الكيمياء، من الطب أيضا، ويا ريت هناك تفتح ردهات خاصة
بنظام التغذية العلاجية والسينرجستيك وبس. هذا الموضوع يمكن ما موجود عندنا، لكن في العالم موجود مستشفيات خاصة تعمل بالنباتات الطبيعية. شكرا دكتور طلال. وحتى في معانا بحث في عمان عن اللافنجولا، فلما نفس السبيسيز لكن جمعناهم من منطقتين مختلفتين وكان التركيب الكيميائي مختلف. فعلا يختلف. فايضا المنطقه الجغرافيه اذا كان وادي او اذا كان جبل ايضا بياثر، بيعطيك التركيبه الكيميائيه مختلفه جدا. دكتور بالمناسبه حتى الواجهه انا اشتغلت في تحليل بعض النباتات في شمال العراق مسحت ولاحظت كل واجهه الشماليه والجنوبيه والشرقيه والغربيه اختلاف بالمركبات الموجوده حتى بالعناصر الموجوده من البروتينات والياف وعناصر غذائيه وغيرها. نعم سبحان الله. دكتور محي الدين قواس. نعم. ممكن تفضل دكتور، ومن ثم دكتور فيفيان بعدين معي سؤالين في الشات. شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة. معكم دكتور محي الدين قواس من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد. أهلا وسهلا. الحقيقة أن في البداية أنه نحن في المركز العربي عندنا حديقة نباتات طبية تضم حوالي 30 نوع من النباتات الطبية البرية، وعندنا مجموعة 3 أنواع مزروعة بقصد إنتاجي، منها المريمية والزعتر الخليلي إنتاجي، ونستخدم بصورة لإعطائهم للمزارعين في مشاريع الصغيرة في التنمية الريفية باستخدام النباتات الطبية كمشاريع صغيرة. الحقيقة شكرا للدكتور لأنه الأسئلة العلمية ضرورية جدا عند جمع النباتات الطبية للتمييز بين نوع وآخر أو بين صنف وصنف آخر، لأن كل نوع وكل صنف يختلف من صنف إلى صنف التركيب النباتي فيه. كما أؤكد كما قال الدكتور وتفضل جنابك يا دكتور أنه مكان الجمع ووقت الجمع له أهمية كبيرة جدا، وأضاف الدكتور جديد أنه حتى الواجهة، وأنا أذكر أنني قدمت من حوالي قرنين من الزمن بحث عن تذكر داود الأنطاكي وتكلم بالتفصيل عن هذه القواعد في جمع النباتات، مكان الجمع، جهة الجمع، التركيز على النوع والمكان أكد بشكل ضروري جدا. على كل دكتور الجزء الطبي من النبات طبعا بيختلف من نبات إلى نبات آخر، قد تكون الجذور، قد تكون الأوراق، قد تكون الأزهار. بالنسبة للزعرور، هل الأوراق هي الجزء الطبي أم الأزهار؟ هذا ممكن نفس الشيء لأكليل الجبل، الأزهار والأوراق أم الأوراق لوحدها أم الأزهار لوحدها، أو كل جزء له تأثير خاص. وشكرا لك يا دكتور. شكرا دكتور. نعم نعم. دين أيوة. دكتور طلال أنت عامل ميوت. دكتور أنت كاتم، دكتور طلال أنت كاتم على الصوت. نعم 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 عفوا. سمعتني دكتور، سمعتني دكتور طلال. نعم 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 تسمع. نعم تفضل دكتور طلال، سمعت سؤال. نعم السؤال. نعم بالنسبه للزعرور الكراتاجيوس اللي يعني أه. نعم الكراتاجيوس يعني طبعا هو يعود العائله الورديه روزاسيا. الكراتاجيوس عندنا اكثر من نوع في العراق، كراتاجيوس ازرولوس، وعندنا يعني انواع كثيره، لكن الازرولوس عندنا المنتشر. انا استعملنا بصوره عامه الاوراق مهمه جدا للقلب، او تستعمل ايضا لامراض الكليه، يعني لحصل الكليه للستون موجود يذوب طبعا، وعلى بحوث كثيره كنا اشتغلوا وتجربه شخصيه اشتغلنا ايضا، والامراض شلون يعني مفعول النيتروغليسرين يشتغل، كان لما الانجيسيد من يخلصنا من مشاكل انه يعمل توسع في الاوعيه الدمويه. والشغله الثانيه ثمار ممتازه جدا لنشبي بساليسيليك وبكورستين، انا كنت اشتغلت بحث عليها انه كورستين عالي جدا في الزعرور كراتاجيوس الازرولس خاصه، بالتالي انه كامل.
بالنسبه للروزماري ايضا احنا اركز انا اكثر شيء نستعمل الاوراق بصوره عامه والازهار ايضا معها، يعني اخذ الاثنين اركز عليهم تقريبا اكثر شيء اللي بحوثنا هذه. عاد الاوراق على حده بعد مرات ناخذ النبات كامل استعمل يعني نبات كامل، لكن اركز دائما انه الاوراق الروزماري الاوراق. دكتور طلال، نعم. سؤال من خارج الموضوع. نعم. ابو خراط، نعم، قال داو المريض بنباتات ارضه. نعم صح. ما نعم. مدى صحه هالفكره هاي؟ نعم نعم نعم. داو المريض بنباتات ارضه. نعم نعم فعلا فعلا نباتات ارضيه يعني هو سبحان الله يمكن طبيعه الناس ممكن تكون، لكن هذا مو معناه انه ما ناخذ من نباتات اخرى. يعني مثل ما نقول لا تاكل الفاكهه الا في اوانها، او في يعني الان نحن مثلا عندنا في شتاء نلاحظ فاكهه الصيف، وفي الصيف فاكهه حسب التطور اللي صار والوساطه النقل الموجوده، بالتالي هذا ايضا خلق مشكله. فدائما نحن ناخذ هذا ينطبق على نفس الشيء لا تتناول الفواكه الا في اوانها، نفس الحاله هذا. بس هذا شيء يمكن ما يمنع لان ممكن انه ياثر تاثيره، لان كل منطقه لها خصوصيه خاصه في العناصر والمركبات الموجوده. وبالتالي ذكرنا انه الموقع يلعب دور، قلنا الواجهه تلعب دور، وقت الجمع يلعب دور. بالتالي اول مرات الفرايتي اللي يصير اكو احيانا فرايتي نفس النوع السبيشيز بيصير عندنا فرايتي او سبس سبيشيز المركبات الفعاله الموجوده الاكتف كومباوند او يعني كيميكال اكتف تلعب دور، تختلف من موقع الى اخر ومن تربه الى اخرى، ومن مرات الموسم يلعب دور. الموسم نفسه الموسم اذا كان امطار جيده جدا تعطيك مثلا عندك الزيتون وغيره، يمكن كلكم مناطقكم بها من يصير يكون موسم جيد وكذا، حتى نسبه الزيت جيده، المركبات الفعاله بها جيدا، ونفس الشيء النباتات. ولهذا مثل ما تفضلت انه الموقع له تاثير على الاكتف كومباوند الموجوده في النبات. نعم تمام شكرا. دكتوره فيفيان، ومن ثم سؤال من الدردشه. دكتوره فيفيان مساء الخير، شكرا أهلا. دكتور طلال على هذه الإطلالة المستفيضة والمفيدة جدا على هذا التراث الذي نعتز به، فأنا أرى فيك مكملا بالتراث العربي في التغذية. هون سؤالي يمكن كمان دكتور قواس حكي شوي عن داود الأنطاكي، عن يعني المقولات القديمة، أنتم ماذا تعتبرون؟ هل أنتم تكملون هذا التراث العربي رغم أنكم يعني تنتجون التقنيات الحديثة، أم وضعتم عليه يعني التحفظات التي نشأت بعد أن بدأت الصيادلة؟ نحن نعرف أن الطبيعة هي الصيدلية الأهم، بس الأطباء المحدثين والمعاصرين والصيادلة يعني شنوا حربا عشواء على التراث العربي الطبي، حتى عندما تذكر أمامهم ابن سينا يعني يتهامسون ويضحكون تلك الضحكة الصفراوية، فيقولون نحن أهل العلم. لم أرى أبدا شيء يختلف عن الطب العربي، أنا مش قريته كله بس أعرف أنه عظيم جدا، وحضرتك حتى ذكرت العطر، فما رضاك عن العطرين؟ وشكرا. شكرا شكرا كنت صراحة نحن يعني نعطيهم حق في جانب، يعني مع الأسف نسبة كبيرة من العطارين الآن عندهم جهل في النباتات، وقسم أنواع من النباتات يجهلوها. يعني المفروض العطار يكون صاحب خبرة ودراية كاملة بهذا النبات وشنو ما هي المركبات الفعالة الموجودة به، حتى يعرف يا جانب وكيف يتعامل معه. هاي المشكلة نحن ما موجود يعني مفقودة عندنا، ولهذا يعني لكن انه اجداد العرب لعبوا دور كبير، فنحن لازم سوري العطار اليوم تاجر، نحن نتحدث عن العطار العربي التقليدي الذي كان بمثابه طبيب وصيدلي. نعم نعم فعلا لا زال وقسم منهم لا زالوا الان اطباء ويقوم ويحل محل الطبيب ايضا. شوفي دكتوره، اكثر اطبائنا مع الاسف ما عنده درايه كامله بالنباتات الطبيه ولا عنده درايه كامله بالغذاء كيف نتعامل. انا اتكلم لك، انا بالنسبه لي يمكن راح تقول انه بدي اتكلم عن الطبيه والتغذيه العلاجيه، وهو يمكن ما يقدر يستغني عن الادويه. احنا ما نقدر نقول واحد يستغني عن الادويه، لكن اجزمك انه انا خلال عشرات السنوات ما مستعمل لا حبوب ولا ابر ولا شغلات انتيبايوتيك. حتى الكورونا ما صارت استعملت استعمال كبير جدا، اعتمدت على المضادات الحيويه الطبيعيه اللي هي من خلال الغذاء
ومن خلال النباتات الطبية وأمور كثيرة اللي ممكن أنا عندي ضغط دم ارتفع كيف أتعامل بالفاكهة أتعامل مثلا أو عندي مثلا هبوط أتعامل بالفاكهة أو خضروات أو أستعمل حبوب يعني مثل بعض الأمور اللي ممكن نتناولها. بالتالي هذا الجانب ممكن صعب أنه شرحه يريد له وقت يعني كل حالة مرضية. سوري هل أفهم أنكم تعودون إلى المراجع العربية إلى الكتابات نعم. العربية نعم. في أبحاثكم هل تعتمدون نعم. عليها أم نحن فقط يعني نقلت ما يقوله الغرب؟ نعم عندي أيضا مراجع وأرجع عليها أنا واستفدت منها كثير بس مو كل شيء نحن العلم في تطور يعني مرات يعني أحد الأطباء العرب يقول لا يتعالجن أحد محتمل المرض مثلا أنا بالنسبة لي أقول أحد الأطباء العرب يقول هالكلام موجود وكثير يقول يعني كثير إذا استطعت أن تعالج بدواء واحد فلا تعالج بأدوية متعددة هاي طبعا مقولة أطباء العرب كثيرة وممكن يعني الدواء الواحد يمكن دواء يكون أكبر لكن لا يتعالجن يعني ممكن أحيانا يقول لا تستعجل في العلاج لكن مرات أحيانا يعني مثلا أطبائنا يقول لك مثلا خذ هذا مثلا عندي ضغط يقول له هذا كل إلى أن تموت طول عمرك تأخذه أنا ليش ما أعالج الحالة ليش ما كيف ارتفاع الضغط ليش ارتفاع الضغط عندي ليش ما أجي سبب ارتفاع الضغط حلو أو هرمونات مثلا مشاكل هرمونات نسائية أو مثلا تكيس مبايض أو أمور كثيرة ممكن أنا ما أنطي مجرد أنه أعمل عملية جراحية أو استئصال عمل سيرجري لا أنا أحاول أبحث على السبب لأن يعني حتى لو عملت السرجن أو مثلاً أكياس دهنية راح ترجع أيضاً ونفس الحالة أيضاً أمور كثيرة المرارة مثلاً أشيل المرارة أنا ليش أحياناً أبحث على السبب لماذا أحاول أقلل إذا بيها مجال مثلاً أنه أتناول بعض الأشياء وذكرت قبل شوية أنه عندنا أمراض يعني صيب القلب خاصة تصلب الشرايين لاحظت أنه الهايبريكم نبات العرن يمكن يجوز تعرفوه ما أعرف عندكم شو يسمون لكن نسميه الهايبريكم نحن الهيبريكم رائع جدا اي نوع من العرن العرن نعم من انواع العرن نعم هو رائع جدا اي نوع من العرن هيبريكم بليفيرم اعتقد بليفيرم ما يحضرني الاسم بس هيبريكم بليفيرم الاسم الكامل انا هو كان اشتغل نعم بليفيرم اعتقد بليفيرم اتصور يعني الاسم هذا صراحه يعني عندي يمكن مئات الاسماء العلميه اللي احفظها بس ما يعني صراحه مرات الذاكره تخوننا اكو اكثر من نوع في كل بلد تختلف بلد عن اخر النباتات صراحه يعني مثلا الميرميه او نسميها نحن عندنا سلفيا اوفيشناليس وسلفيا انواع كثيره مثلا فلسطين وانواع وسلفيا جيبتيكام وعندنا العراق عندنا كثير بريه من انواع وعندنا مزروعه ايضا نفس الحاله انواع مثلا الزعتر انا تقريبا صنفت اربع انواع من الزعتر في خاصه في شمال العراق في منطقه وعندنا نفس الشيء ايضا الكراتاجيوس اكثر من نوع عندنا وكثيره كما ذكرنا انه كل مرات لان الانواع بها كثيره وكل نوع به خصوصيه خاصه فمرات انا اقول استعملت فلان بس ما فادني والاخر استعملوا فادوا مو خصوصيه يعني سوري استفيد من وجودك هيدا التكيس كيف بيعالجوه بالاعشاب نعم التكيس عباره التكيس دكتوره عباره عن نذهب على المشكله الاوليه اللي هو الخلل الهرموني اللي يحصل دائما اسبابها اكثرها خلل هرموني خاصه النساء بعد ال 50 خاصه تبدا هاي المشاكل ولهذا احاول انه انظم الاستروجين من خلال استعمل السلفيا ايضا الروزماري رائع جدا السينما ايضا ممتاز جدا هاي طبعا بذور الكتان ممتازه جدا هذه بها امور وايضا فول الصويا رائع جدا هاي الامور اللي ممكن تحسننا من الاستروجين تعرفون انه الانسان الذكر عنده التستوستيرون وعندنا بالنسبه للاذات الاستروجين فدائما يريدنا تعديل هرموني مشاكل الهرمونات كلها تتعمل هاي التكيس المبايض وغيرها والكياس اللي تحصل وعدم انتظام الدوره الشهريه يعني مرات عندنا 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 يعني شو نقول نباتات خاصه من ضمنها الميرميه رائعه جدا عندنا ذكرنا انه وعندنا الروزماري اللي من اروع الانواع اللي ممكن ينظم لنا هذه الامور تقريبا يعني الروزماري ايضا يعني ممتاز وكل انواع كثيره صراحه بس طريقة استخدامها كم نستعملها هذه المشكلة يعالج اليوم التكيس بالأشعة يا دكتور هل أنت مع؟ نعم نعالجه دكتورة بالأشعة نعالجه لكن يرجع سيرجع نعم ليش؟ أنا ما عالجت السبب نحن كلنا نحن أي طبيب سيرجري ما تروح عليه يريد استفاد الرجل قل كنا أعمل عملية أشيل أزيل هذا الجزء بس أنا ما عالجت المشكلة
لازم نعرف المشكله صح. لماذا السبب الاساسي صحيح. فنحن مشكلتنا مثل ما عندنا يا دكتور اسمعي، مثل ما عندي انا في البيت مثلا عندي ماء ما يجري ماي، فاجي دائما اجيب فقط قماش وانشف الماء، لكن ما اجي انا اعالج الكسره او مصدر الماء، ليش صار هذا الماء؟ اذا المشكله ان الطبيب الحديث اليوم المعاصر لا يناقش، وقت اني تحكي هيك بيقول لك ولو يا دكتوره انت معلم عم تحكي بهالطريقه، خاصه عندنا بلبنان يعني للاسف. تضعك على كل الوسائل الحديثه والتقنيات وتفقد يعني الفرصه ان تتعرف على التراث الرائع اللي عندنا. شكرا دكتور طلال. طبعا احنا مضى 7 دقائق من الساعه، فانا اعتقد ممكن نستمر لغايه 8 دقائق اخرى. كان في عدة سؤال من الدردشة، لكن أنا بعطي المجال لدكتور محمد العجلوني، من ثم عفواً برجع لكم لأسئلة الدردشة. شكراً، تفضل دكتور محمد. نعم. شكراً دكتور، شكراً. أنا بس يعني أنا كنت بديش الداخل، بس حقيقة الحديث عن موضوع المعالج بالنباتات والمعالج الحديث حقيقة في نقطتين مهمات احنا يمكن أهملناهم من تراثنا. أولا المعالج بالنباتات أو اللي نسميهم العطارين ما صارش إلهم تطوير وتطور وعملية دوكيومنتيشن بحيث أنه هذا الموضوع حقيقة ينمو. الآن لما شعر العالم بحاجته إلى النباتات الطبيعية بلش يرجع الآن معظم الأدوية الآن تستخدم هي جاية من النبات الطبيعي. النقطة الثانية والمهمة حقيقة كمان ما فيش تنظيم للعشابين في أي دولة في العالم، ولا في لهم تصنيف ولا معروف، تروح عليه هو كأنه بقول لك اعمل هاي الشغلة أصلاً ما بعرف شو اسم في بعض الحالات. فحقيقة يعني هذا الموضوع مهم جدا، وكثير من الأشياء والغلطات اللي ساعدت أنه يصير الطب الحديث هو الأساس. ولذلك الطبيب بقول لك أنت بتعرف أكثر مني، مع العلم أنه الآن كل الطب برجع للنباتات الطبية والعطرية واستخلاص المواد منها، وكثير الآن خصوصاً من الأمراض الشائعة زي الإنفلونزا وغيرها وغيرها، معظم الأدوية الآن هي مستخلصات من المباشرة من الطبيعة. ولذلك أنا حقيقة بدعو إذا الدكتور طلال هو في مجموعة أو قلنا نقول في روب لتطوير هذا الموضوع، إنه مطوروا هذا العلم. أيام زمان إذا دكتور طلال أكيد 100% دارس بعرف إنه كان الطبيب اللي في مستشفيات بغداد القديمة كان لازم كل 3 سنين يعمل امتحان، وإذا رسب في هذا الامتحان لا يعود له، هذا من الإتكس. نعم صح. وكان إذا توفي مريض على إيده يعمل تحقيق، وإذا كان هناك أي تقصير منه كان يدفع دية. هذا من القوانين والأنظمة الطبية العربية المعروفة. إذا كان هذا الشخص يتم متابعته كل 3 سنين وما بصيرش يعالج هيك. الآن للأسف العطارين بعالج بتورثه عن أبوه، بتقول له بيعطيني بابونج بجوز أعطيك ميرامي. يعني حقيقة هذا الموضوع احنا يعني تأخرنا فيه، ولذلك صار الطب الحديث تقدم علينا للأسف، مع العلم انه هلا في رجوع كامل الى النباتات الطبية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. وتعقيبا على كلامك، انا الان عضو في لجنة كتابة الدستور الأعشاب الطبية العراقية في وزارة الصحة. يعني نحن ناخذ كل نبات ونعمل له تحليل، عندنا تيم خاص تحليل يحلل النبات هاي، شنو المركبات الموجودة، شنو المركبات الفعالة، شنو الدوز اللي يستعمله، مركبات اللي موجودة ممكن نتناولها يا حالة مرضية. لكن مع الأسف الآن التمويل توقفنا في هالمجال، بدينا نشتغل نبات كل النباتات الموجودة عندنا البرية خاصة والموجودة وكيف نتعامل معها. وهناك شهادة تمنح للعطارين ما يفتح إلا بموافقة من وزارة الصحة عندنا في، لكن مع الأسف مو كل ما كل ما يتمناه المرء يدركهم كما تقول. فأسف هاي مسألة ما مسيطرين عليها، مهم هذا الجانب، مهم جدا الاختبار، مهم جدا بين فترة وفترة خاصة الطب. والطب ما يبتعد، ما ممكن احنا نستغني عن الأدوية،
ممكن، لكن نحاول جيد إمكان نقلل إلى أقل حد، لأن يعني عندنا بديل. وثقوا يا أخوان، كل الأمراض 80% أو 90% أنا أعالجها في باستخدام الأعشاب الطبية ونظام التغذية، ولاحظت التغذية أكثر بعد تأثيرا من علاج الأعشاب الطبية. نعم. شكرا دكتور. شكرا دكتور. دكتور طلال، معي استفسار بالنسبة للدساتير الطبية النباتات الطبية. نعم. يعني حالياً العراق هل تم إصدار نسخة أولى أو نسخة ثانية؟ نعم. وأيضاً ما هي الدول العربية الأخرى التي نعم. معها دساتير طبية نباتات نعم. طبية؟ نعم. شكراً. شكراً دكتور. بالنسبة للصراحة الدستور نحن بدينا به وتوقفنا، ذكرت لك إنه ما استمرينا، ما نشرني حد الآن بعد، أساس الجزء الأول نكمله، بس تمويل صراحة لأن مكلف، تعرفون إنه كل نبات مرات يكلف كثير، لأن نحتاج سولفينات، نحتاج مثلا المذيبات العضوية الموجودة، نحتاج أجهزة مرات، ونحن شوية تعرضنا إلى حروب وحصار، فصراحة توقف لأن تمويل قليل، فهذا لعب دور كبير. نحن نتأمل إن شاء الله نستمر بالقريب العاجل نكمل مشوارنا، وعلى الأقل نصدر في جزء خاص بدستور النباتات الطبية العراقية. وبالنسبة للدول العربية صراحة ما عندي يعني علم عن الشوط اللي قطعوه، بس في العراق هذا الوضع مع الأسف، تعرفون ظروفنا الآن، احنا يعني شوية ظروف أثرت، ظروف الحروب والمشاكل، فكان لها تأثير. والدستور مهم جدا، يعني دستور النباتات لازم كيف نتعامل مع كل نبات ونعرف حتى نخلص من مشاكل ممكن أنه تحصل لناس ونحمي أرواحهم، لأن النباتات الطبية أعتبروا سلاح ذو حدين مرات له تأثيرات، وخاصة النساء. أوصي أنه أركز على المركز، النساء في الأشهر الأولى من الحمل يتجنبون لازم كل أنواع أغلب النباتات الطبية اللي ممكن تلعب، حتى مثل ما أنه طبيب يحاول أنه ما يعطي أدوية أيضا للنساء الحوام بداية، نفس الحالة النباتات الطبية اللي هي اللي ممكن تأثر على نشاط الرحم، بالتالي تعمل إجهاض، تعمل بورشن، وتعمل مشاكل للنساء. وبالتالي مطلوب جدا أنه نكون على دراية كاملة بكل نبات، ونثقف نفسنا. وبالمناسبة مو كل شيء بالإنترنت صحيح يا أخوان، هاي نقطة أحب أركز عليها، كثيرين على الفضائيات يطلعون في الإنترنت ويسألهم أسئلة ويجاوبون، مع الأسف حتى الاسم مرات الاسم العلمي خطأ يكون، وأكثر من اسم ينطي لي غير نوع ويتكلم عن نبات، يعني بثلاث نباتات في آن واحد، وهو يعني جنب مرات أحد يعني الفضائيات كان يتكلم عن الزعتر، فقال الزعتر شجرة يا جماعة، الثيمس يعني الثيمس نبات معروف كلنا نعرف، فصور كيف هذا الناس تعامل معه ويسألوه جاوب. فهاي مشكلتنا نحن، المفروض الرجل يكون صاحب دراية وكاملة في التصنيف، وأهم سلاح هو التصنيف. أنا كنت مصنف وتمكن وأخصائي، انتهت المشكلة. نعم. شكرا دكتور علي. دكتور علي بس تسمح لي، في ترى على نفس الرابط في محاضره ثانيه بدها تبدا، فبعثوا لي انه يعني على اساس انه يدخلوا الناس اللي بيدخلوا على المحاضره الثانيه، لانه في على نفس الرابط اللي هو على الزوم قصدي، ففي محاضره ثانيه، فيا ريت انه على الاقل بدقائق قليله نقدر نسمح للناس الاخرين عشان يدخلوا. نعم. هو بالفعل هو الحين يعني 7:14 دقيقة في توقيت عمان، 7:15 توقيت عمان، ومفروض هي المحاضرة ساعة، فهي احنا تقريبا انتهينا. يعني انا ايضا ذكرت انه لحد الساعة 7:15، ف على السريع يعني دقيقة ممكن تأخذ سؤال على السريع ممكن يعني، بس اوكي. اذا هو فقط في سؤال بالدردشة، إنه هل يا ترى النباتات الطبية المستزرعة فائدتها كالنباتات اللي تحصد من البر أو من نفس الفائدة؟ هذا سؤال. طبعاً في ثلاث أيادي مرفوعة، دكتور طارق بن ياسين، دكتورة ابتسام، ودكتور سلوى. فطبعاً هو لو جاوبنا بنص دقيقة لكل سؤال أقل، ربع دقيقة. نعم دكتور. نعم. بالمناسبة النباتات البرية أفضل بكثير من النباتات مستزرعة، هاي تخلوها في بالكم، لأن طبيعتها سبحان الله تختلف اختلاف كل النباتات المستزرعة، ولو ممكن أكو نباتات مستزرعة خاصة قليلة جدا، لكن الأغلبية النباتات البرية تكون أفضل تأثيرا. نعم تمام. دكتور طارق بن ياسين سؤالك. شكرا دكتور ياسين. شكرا دكتور علي. شكرا دكتور طلال. شكرا دكتور رضا. مساء الخير. شكرا دكتور محمد العجلوني.
الزملاء دكتورة فيفيان كلكم ما شاء الله خبراء حقيقة. أنا من الناس المهتمين بهذا المجال اللي تحدثوا عنه، وفي جميع تصديقات التراث الأردني ولدينا موقع خاص يعني مخصص للغذاء أو استخلاص الأغذية المحلية من النباتات البرية، وهذا يعني لجأنا له في أيام الكورونا. كنا نفكر في إيجاد منتج غذائي من النباتات البرية، وفعلا يعني معرفتنا وطبيعة حياتنا الريفية تستوجب علينا أن نستخلص هذا الغذاء، لأنه هذا الغذاء متوفر في حقولنا وفي بيئتنا بشكل ممتاز جدا، وأيضا ممكن تكثيره يعني نشره للناس المهتمين بهذه الأغذية المفيدة. بصراحة اللي تحدثوا عنه الزملاء إنه الغذاء فعلا يعني إنه مهم جدا بالنسبة لنا، وفي أيضا هناك أيضا بعض الأشجار اللي تنتج، بعض الأشجار البرية اللي تنتج بعض الثمار البرية مثل النبق، وأنا هذا الحكي كنت بدي أسأل الدكتور طلال. النبق المعروف إحنا ما بعرف تعرف هو النبق الحزور أو تعرفوا النبق أنت يا دكتور طلال؟ نعم أنا حقيقة بدي أسأل على الفائدة الغذائية لهذا لهذه الثمار الصغيرة، والآن هو موسم قطافة حقيقة. شكرا. موسم النبق عندنا الآن بعد يعني يحتاج له بداية تقريبا هالموسم، بدأ هو صيفي تقريبا بدأ الصيف، والخريف يتكامل طبعا بمضادات حيوية رائعة جدا، بأيضا أنتي أوكسيدنت وبفيتامينات أيضا غذاء يعتبر، ولأمراض أيضا لأمراض ساقط الشعر ممتاز جدا يستعمل. يستعمل الآن شامبوات من ورق النبق نفسه، وأيضا من الثمار، تناول الثمار وأيضا كغذاء تعتبر. بصورة عامة فوائده رائعة جدا ويعني مهم ومفيد صراحة، فعندنا في العراق منتشر بكثرة خاصة بالوسط والجنوب بالشمال. هو منتشر عندنا في الأردن بشكل ممتاز جدا، خاصة في بين الغابات في شمال الأردن. نعم أنواع كثيرة هي طبعا عندنا أنواع الوسط والجنوب أكثر. نعم تمام شكرا على الإجابة. دكتورة ابتسام. السلام عليكم. ابتسام قوبعة مهندسة بوزارة الفلاحة تونس. مليح احنا مؤخرا دخلت عندنا في تونس شجيرة المورينجا، معناها حبيت نعرف اسكو هي بالفعل كما يحكيوا عليها شجرة الحياة وعندها برشا فوائد، واسكو طريقة الاستعمال نتاعها معناتها. نعم. شكرا وشكرا لكم على هذه المحاضرة القيمة. شكرا دكتورة. المورينجا طبعا شجرة ممتازة جدا وبها فوائد جملة تعد ولا تحصى كثيرة، أوراقها شرابات تستعمل أيضا على شكل باودر وملعقة كوب في قدح ماء، وبذورها ممتازة جدا للدايبتيز لأمراض للسكر، تستعمل يعني حسب الحالة حسب نسبة، إذا كانت عالية نسبة السكر وارتفع يأخذ حبيتين بذور البورينجا نفسها، حبيتين صباحا حبيتين مساء، يعني بذرتين بذور رائعة جدا، وأمور كثيرة حتى منظم هرموني أنتي بايوتيك بي أنتي أوكسيدنت بأمور كثيرة ممكن ورائعة جدا، يعني من أوراقها إلى بذورها إلى أمور كثيرة بها، فممتازة المورينجا. بس أنا دائما نحن جربناها في الدايبيتيز على أمراض السكر، رائعة جدا وتنظم البذور مالها، تناولها بذرتين صباحا ومساء إذا كان مرتفع مثلا فوق 200 أو أكثر يكون السكر. شكرا. دكتورة سلوى النوري. شكرا جزيلا دكتور علي، وشكرا جزيلا دكتور طلال على هاي المعلومات القيمة، واستثمر هاي الفرصة بما انه انا حاليا موجودة بعمان، اجريت عملية ازالة حصى عن طريق الناظور يعني تفتيت في يعني صار اسبوع، دكتور قال لي من فجر ضرب الحصوة انتشرت بالكلى ما قدر يسحبها كلها بقت اجزاء، فشنو النباتات اللي تنظف الكلى؟ علما انه هو وجد ايضا الكلى متهريه يعني اللحم مالها متهري. نعم. فشنو النباتات اللي تنصحني بيها مثلا كمدررات او منظفه للكلى تنظف ما متبقى بالكلى منها؟ نعم. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا. طبعا بالمناسبه هو من احنا من نعمل عمليه
تفتيت عملية إنه نزيل الحصاد راح ننشر هاي الأجزاء راح تبدأ تكون نواة لي وترجع مرة ثانية، يعني تعرفون حصل كلها أغلبه حصل يعني رينلستون عبارة عن مخلفات بكتيرية هي بالأحرى ترى مو سبب بس إن نقول الماء مرات الماء لا عبارة عن مخلفات بكتيرية تعمل هاي الحالة. المهم ما هذا موضوعنا، فنحن دائما نستعمل المدررات طبعا اللي أنت أول نقطة نستعملين ماء لازم تستمرين. أهم علاج الآن تأخذين هو شو نقول عليه منقوع الشعير أو مغلي الشعير خاصة الشعير الأسود الهورديوم الشعير رائع جدا، هم أنتيبايوتيك حتى يقللك من شغلة الالتهابات اللي تحصل ومدرر. وعندنا أيضا عندنا المعدنوز اللي هو يعني شبيه بالكرافس أيضا كرافس مغلي ماله رائع جدا. وعد أيضا مغلي الحلبة رائع جدا لالتهابات المجاري البولية ولتكوين حصل الكلى، ويحتاج لكم يحتاجك دائما تتحركين أو تبذلين جهد بين فترة وفترة، يعني كل مثلا كل شهرين ثلاثة في سبيل حتى لا يتكون عدو يترسب. وهناك أيضا مركبات طبية أشبية اللي هو سيستون وعندنا الراوتنكس اثنين طبعا تأثيراتهم جيدة جدا وتتناوليهم يكون موجود بالصيدليات. راوتنكس ألماني طبعا رائع جدا، وبالمناسبة الراوتنكس يمكن 70% من مكوناته عبارة عن زيت الزيتون، وأنصحك بتاخذين زيت الزيتون قبل ما تنامين يومين أكل مهمة جدا. هاي الأمور اللي تقريبا ممكن أن تستعمليها. كسبرة البير يا دكتور. نعم شكرا دكتور طلال. شكرا جزيلا. كرافس البير ايضا ممتاز جدا، كرافس البير رائع جدا ينمو في مناطق العيون مناطق الجبلين هذا رائع جدا واعتبره رقم واحد، هو صراحه ممتاز جدا. ذكرت البير جزاك الله خير دكتور. كرافس البير ممتاز جدا منقوع ايضا ينشرب رائع كلش رائع جدا. اكو كثير انواع طبعا بس ما اريد اطيل صراحه. الاخت موجود بالاردن ممكن توفر هذا موجود الان هذا موجود في مناطق الرطبه العرقان والنعم من اهل الاردن اخوان اعزاء بلدي الثاني اعتبره انا الاردن حياك الله والنعم منكم. شكرا جزيلا للحضور. شكرا لدكتور طلال والاخوه والاخوات الذين شاركونا باسئلتهم وتعليقاتهم وافاداتهم، كانت بالفعل محاضرة ندوة ممتعة. وطبعا دكتور طلال عنده علم كثير ومعرفة كثيرة، فإذا هو لو كان راغب إن شاء الله في المستقبل ضمن هذه الشبكة أنه بيعطينا في مجموعة أخرى من المحاضرات أو المعلومات فأهلا وسهلا به. وأيضا أي من المشاركين اللي معانا اليوم أو غيرهم إذا حبيتوا شاركونا أنتم ممكن ترسلوا رسالة إيميل أو تواصل مع رنينة مع مهندسة مع الدكتور بروفيسور رضا الشبلي أو المهندسة إسراء، فإن شاء الله على أساس ننسق في محاضرات قادمة بموضوع النباتات الطبية في الوطن العربي أو في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وشاكر لكم مرة أخرى. إذا حبيت الرسالة رضا تختم أشكركم كل الشكر يا دكتور علي، والشكر للدكتور طلال الصحيح على المحاضرة القيمة. وبدي أكرر اللي حكاه دكتور علي، أي زميل أو زميلة أو أي حدا تعرفوه من أصدقائك وعنده خبرة وحاب يشاركنا بمحاضرة أو ويبينار أو ورشة عمل أونلاين إحنا جاهزين إن نتعاون. وأيضا يعني أسأل الله الشفاء لزميلتنا الدكتورة سلوى، وأيضا إحنا إذا حبت تأخذ تليفون الأخ طارق بني ياسين بس تبعث على الإيميل إسراء وإحنا بنعلمك يا دكتور رضا نجهزين للخدمة. تعرف شو حقيقة إحنا حقيقة حابين نكون اللقاء ميداني بصراحة في فصل الربيع وقت ظهور النباتات وإزهارها، هذه النباتات خاصة في المناطق المتوفر بشكل ممتاز وبقيادة أحد الأشخاص المختصين حتى نتعرف مباشرة على النباتات. دكتور جزيل الشكر للجميع صراحة، وأنا أشكركم وأتمنى أنا إن شاء الله عندي قابلية للمستقبل نعمل محاضرات أخرى إن شاء الله نتواصل مع سيدة إسراء. ومثل ما تفضل الدكتور أتمنى لو على الطبيعة أنا عندي قابلية إنه أنا وأمشي أصنف لك النباتات على الأرض مباشرة بدون أن نرجع إلى مرجع. حياك الله، إحنا مستعدين نتعاون معك إن شاء الله مستقبلاً تتاح فرصة إن شاء الله نحاول
اللي هو نعمل معشب، نحاول نعمل معشب خاص. هاي عندنا كتاب احنا اصدرناه عن النباتات البريه في المنطقه. احنا في عجاله، احنا في عجاله شوي لانه في محاضره. شكرا دكتور رضا. يعني ودولي مسج، ودولي مسج انه بدهم يدخلوا على المحاضره ومش قادرين يدخلوا على الرابط والله. فيعني المعذره. الله يخليك ان شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا، كل الشكر. تسلموا، تسلموا جميعا. السلام عليكم جميعا.